هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة. مرحبا يا بنتي، مرحبا. نعم، ايه ايه موجود. نعم، لحظة شوية. ناصر. نعم. أختك زينة على التليفون. حسن. ألو. أيوة زينة، خير؟ هدي نفسك، إيش فيه؟ خير إن شاء الله. إيش تقولي؟ كشور ملعوز الدنيا؟ وإيش سوى بعد هذا الإنسان؟ خير يا ولدي، إيش اللي صاير؟ المزرعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا من أول قلبي ما مطمني أبدا على هذا الإنسان. انزيه هو هينتو في بيت عم محمود. عم محمود حابسنا عنده في البيت، بعد ما قصر المسكين. سمعي، وصي يقول لك ناصر أهو تخلي يخرج من الباب، لا يخرج البر لين أوصل أنا. هي لا نحن إن شاء الله ما بنتحقر، لا إن شاء الله، بس عندنا مشكلة بسيطة بنحلها وقايم. الله ييسر إن شاء الله. لا إن شاء الله ما بنتأخر. يلا يلا، فمالة. خير ناصر، إيش ناك بتحلها؟ خبرنا وطمنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا جماعة الخير، لك ما ذاك أبو يقول، كما أبو جاب حصاه وضربها على راسه، وين باغي استعين بعامل أجنبي، جبته يساعدني في المزرعة، وقال لي إنه خبير ويفهم كل شيء عن الزراعة، وأنا المسكين على نياتي صدقته وقمت عندي في المزرعة، قلت ممكن بينفعني وبيفيدني في المزرعة بيطورها، هو لا طلع خبير ولا شيء. الغلطة غلطتي أنا يا ناصر، أنا اللي قلت لك إنه خبير، لكن الظاهر إنه ضحك علي أنا بعد. أنت صدقته هو، وأنا صدقتك أنت، وصدقته هو.
زين وايش سوى؟ مسوي العقب. انا قلت بعد ما متعود على طبيعة البلاد وشوي شوي بيتعود وبيعرف يشتغل زين. هذا حرق الخضرة كلها، دمر المزرعة، ما بقى فيها شيء. حرق المزرعة؟ كيف؟ اختي الحين قاعدة تخبرني في التلفون انهم ساروا المزرعة وشافوها كلها متروس سماد كيماوي. في كل قلبه مخلي قونيت سماد كيماوي. وانتوا عارفين السماد الكيماوي لما يكون زيادة عن اللزوم ايش يسوي؟ يحرق الزرع. معلوم؟ كيف؟ هذا ما يعرف يقيس السماد على الزرع؟ ما اعرفه ذي الحلال، ما اعرفه. اسألوني انا يا اخوان. السنة اللي فاتت الوالد جاب واحد على كفالته وكلفنا سفر وإقامة وقالوا لنا مكتب الوساطات انه مزارع نخل، واحنا عندنا والملك لله 700 نخلة. المهم وصل الرجال وحين صار موسم الحصاد وانه يقول انا بخاف اطلع على النخل، وانقبر الوالد يا الربع يشغل واحد ثاني ويدفع له عن كل يوم 6 ريالات. وايش يسوي؟ وبدل ما تجيبوا عمال وتجلسوا تبلشوا نفوسكم، ليش ما تشتغلوا في مالكم ورواحكم يا اخي؟ ما دام الله سبحانه وتعالى انعم عليكم بالصحه والعافيه. ترى كلنا نقول كذاك يوم ما عندنا، بس لما يكون عندنا نتكاسل. هي يا مرجوق، والله كلامك صحيح يا اخوينا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ناصر يا ولدي، سير ابوي شوف مزرعتك احسن لك. انا وبعدني عمي عبد الله، انا وبعدني ما يستوي اسير اودركم انتم في هذه الحال. يا ولدي يا ناصر، اللي الله كاتبنا بيصير، خذ امك وتوكل على الله. لكن ما يستوي يا عمي عبد الله، ما يستوي. استوي يا ولدي، استوي يا ناصر. سير ابوي شوف مالك، وسليمان بيوصل بالسلامه، واول ما توصل اتصل فيي عشان اطمن على المزرعه. السلام عليكم مهندس مبارك. عليكم السلام، اهلا مهندس سليمان، كيف الحال؟ الحمد لله. دخل. ها؟ دخل. يلا جايينك. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعال تعال تعال. ها؟ قبل لا تجلس وتقول أي شيء، اتصل بأهلك وكلم أبوك. أتكلم أبوي؟ هي هي هي. وبسرعة بسرعة ليش؟ والله ده الحين انت اللي خايف عليهم ولا هم اللي خايفين عليك؟ اللهم اجعله خير يا رب. الو سليمان، وين انت يا ولدي؟ خوفتنا عليك. من وين تتكلم الحين؟ من عند مبارك؟ زين يا ولدي، وين كنت طول هذه المده كلها؟ وين؟ وايش اللي حصل لك؟ لا يا الوالد ما في شيء، صدقني صدقني يا ابوي ما في شيء، بس هو حصل عندنا مشكله في الطريق والحمد لله تحلت. لا 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 ما تقلقوا، لا لا مسافه الطريق وبكون في البلد. نعم ان شاء الله يا الوالد ان شاء الله. يلا مع السلامه. مع السلامه. انا لازم اروح البلد. لحظه، انت توك واصل يا اخوي سليمان، استريح شرب لك فنجان قهوه وتتوكل. لا 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 لا، انت تعرف الاهل وعاداتهم، تراهم ما يرحموا، بعدهم يعاملونا مثل اطفال صغار. مسوين علي مهرجان في البلد. نعم انت هدي اعصابك، انا سمعت ابوك يقول ان عازمين رجال. انت هين كنت مبارك؟ لا تسالني هين كنت ولا ليش ولا وين، لان هذه الاسئله بعدني بنسالها اول ما اوصل البلد. زين لحظة لحظة، استريح انت استريح لحظة، شوف الوالدة لحظة. يا مبارك بتاخذنا يا مبارك. هاي ضربك ابوك. نعم بيضربني بعد، ما بيضربني بيضربني بيغسلني. يا مبارك بتاخر. يا مبارك. اهلا اهلا سليمان، زارتنا البركة. لا اله الا الله انت يا محمد رسول الله. يا مبارك قلنا لك بنتاخر. يا اخوي انا عاد لازم اقوم بالواجب، بس شرب لك فنجان قهوة بعدين توكل. يوم انك جبت القهوة بنتقهوة. صب صب قهوة صب. تفضل. الا انت ما قلت لي، انت ليش ما حضرت حفل التخرج؟ ايش فيك؟
ايش في حلال؟ انا كي مريض محموم، حمى مسكتني وخلخلت لي عظامي وما قدرت اتحرك منها، لكن الحمد لله الحين احسن شويه. الحمد لله الحمد لله. اقول لك، متى بنروح مسقط حتى نقدم طلب التوظيف؟ توظيف؟ اي توظيف؟ كيف بعد اي توظيف؟ انت ما تريد تتوظف؟ لا طبعا. لا طبعا. عب ليش متعب نفسك وماخذ شهاده ودارس؟ ما علشان تتوظف وتاخذ راتب ممتاز؟ احنا درسنا ما علشان نتوظف مثل ما قلت يا سليمان. اسمع انت هذا، اذا احنا ليش درسنا بقى؟ قول لي. علشان نشتغل في مجال تخصصنا. حلو، جميل هذا الكلام، علشان نشتغل في مجال تخصصنا. وانا ايش قلت غير كذا؟ نروح مسقط ونقدم طلب توظيف حالنا حال غيرنا من الشباب، ولا تبغانا نسقي النخيل ونزرع الخضرة؟ يا سلام، ونحن يعني ليش تحلبنا وصلنا مهندسين؟ يا رجال يا رجال، لا تستهين بشهادتك، انت مهندس زراعي، يعني شهادة عليا. يا اخي مبارك، بشهاداتنا الشغل يدور علينا، ما احنا اللي ندور عليه. يا سليمان يا اخوي، ايام الاحلام واحنا تلاميذ خلاص راحت، انسيها هذه، اما الان فجاء وقت الحياة العملية الجادة. زين انت قول لي، ايش ناوي تشتغل يوم انك ما تريد تتوظف؟ وهذا هو السؤال الوجيه. انا بصراحه ناوي اعمل مزرعه هنا في سرور، مزرعه علميه. يعني انت رديت لنظريات الكتب اللي قريناها في الجامعه. وليش لا؟ وليش لا يا اخي يا سليمان؟ الكتب هذه تبني وتصنع اشياء كبيره وكثيره، هذا لو طبقت عمليا. تعرف الكلام معاك ما منه فايده، انت حر. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك في حياتكم. اما كان متوتر بسليمان. عاش عاش ولدي راشد، عاش. عطر جمال، عطر جمال. لا 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 اي والله بارك الله فيك راشد. بح شند ابوي، احسنت شند بح، احسنت يا راشد. جلس جلس هناك، جلس. تعال 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 حيتي، تعال. ايش اخبارك؟ قاعد لي عصير. شكلك طيب. خلفان اشرب اشرب. لا اخوي احنا العصير. الحمد لله الحمد لله يا الوالدة، الفرحة صارت فرحتين، فرحة نجاح سليمان وفرحة وصوله. الحمد لله الحمد لله، يا رب يكفينا شر المتاعب يا رب. وين هذا الكشور؟ وين راوي الباب؟ ساقي بيت لعم محمود، خبرني يا بنات، واجد مضيع في المزرعة؟ مضيع بس، لا تقولي شيء يا أمي. ما علي، أنا بروح لبيت عم محمود. هين تروح له هين؟ أنا بروح بيولك. هين تروح بيولك؟ الله يهديك يا أمي، هين تروحي؟ يا ولد الحلال، تو أنت مو باغي تقتله، الله بيعوضك. يا أمي هذا إنسان عيار ولص وكذاب، قال إنه يعرف كل شيء عن الزراعة، وقال إنه خبير، هو البر لا خبير ولا يعرف شيء، وفوق إنه خرب علي المزرعة وضيعها، سرق علي 50 ريال يا أمي. ما عليه، خليه حسن الله، ومرة ثانية خلي بالك من ذيل الناس. حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله يا أمي، بس تجلسي هنا في البيت وإن شاء الله يصير خير. الله يستر بس، الله يستر. أرباب، أنا في فقير، أنا في تعبان، أنا في غرمة، أنا في تشكو. وين كليفة؟ هذا كليفة بيشيل فلوس ما لنا 20 ريال. ما هو؟ خليفة يشيل من فلوسك 20 ريال؟
عقب عاد يكون خليفة نبو قالك سوى خبير عليها كشور. أيوة أرباب خليفة بسيطة يا ناصر بسيطة. روح انت جيب خليفة وبنشوف إذا كان صادق ولا كاذب. لا 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 خلاص خلاص. لكن أرباب خليفة هو يقول أنت لازم تسوي خبير مال زراعة منشان يجيب فلوس فاقد، وأنا ما في معلوم زراعة. إيش خليفة مقالك المعروف تتكلم خليفة. أرباب أنا في مسكين، أنا في طابان حاجه بكشور. تروم تقول هذا الكلام قدام الشرطه؟ تروم ها شرطه؟ نعم شرطه شرطه. لا 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 انا في قول كلام صحيح. يلا كفايه قول 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 خلاص خلاص. انا في قول ارباب خليفه نعم. انا في خبير مال زراعه، وارباب خليفه ما في معلوم ان انا ما في يعرف زراعه. ناصر صدقي يا أمي، صدق إن خليفة أخذ من كشور 20 ريال؟ معقولة؟ هي نعم معقولة، 20 ريال، 20 ريال عشان يستفيد هو ويدمرني أنا. بس أنا أعطيت أمي 40 ريال وأعطيتني إياهن أنت ورباعتك. هو لو قاني وقال لي باغي 20 ريال كنت والله العظيم عطيته هذه 20 وما أبغى حتى يرد لي إياهن. أخ بس أخ عيب والله عيب. ايش ذنبها هالام؟ ايش ذنبهم عايشينها بمشاكله مع الناس؟ انا ما اعرف ليش تعتبره واحد من اصدقائك. سمعنا بزيان، كيف ما اعتبره من اصدقائي؟ يا زيان احنا كلنا عيش وملح مع بعض، ونحن اولاد حاره واحده واهل. لكن ما اقول غير، الله يهديه. بس شوف عاد مره ثانيه خذ حذرك منه. سليمان يا ولدي انت اليوم سويت فينا سالفه لا الله ولا عباده يرضوا فيها. عمري ما بنسى ذيك اللحظة اللي دخل فيها الخوف في قلبي. خفنا عليك يا ولدي. هي والله خوفتني يا سليمان. إن شاء الله إن شاء الله ما تتكرر. يا جماعة الخير شفتوا الهوش؟ شفناه نعم شفناه. شفتوا ولا ما شفتوا؟ زين بارك الله فيكم. هذا الهوش من هالصاص يعني ما يبغى كلام واجد. سمعتوا مني؟ انا ارسم بسم الله واتوكل على الله والله يعطي الناس على نيتهم. امين. واقول الراسم 30 30 30 30 30 من يزيد من يزيد من يزيد من يزيد 32 سمعتوه؟ 32 قال 32 قال من يزيد 34 بارك الله فيك 34 أي ها؟ أي ها؟ هل شنع؟ كشور ألك في نفر مسكين ألك خليفة في سوي مشاكل من شاننا أنا في شليتي 20 ريال. تو انت ايش على قبل لا تتكلم فيها من انت ايش تقول؟ ماما انا اريد خليفة. ايه خليفة؟ خليفة انزين زين خليفة وكشور من هذا يا ست حرفة متهمة. يلا شوف يا ربي الوليد نايم ثانية عين والحين أقاومة لازم أقاومة. خليفة 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 ولدي قوم خليفة خليفة. شو بك؟ بسم الله عليك أبوي لا تنتزق. أنا أمك أمك ما حد جاي غريب. أنا أمك. أحلى من أمك أنت أحلى. خير ميش خير إن شاء الله. يا ولدي في واحد هناك يضرب الباب أو يباغنك وهلك تغلقي ما فهمت منه شيء غير اسمه واحد الملسون أوين اسمه من
كاشور اسمه كاشور. كاشور؟ كاشور. ما سمعت من اسمه من عيدي؟ اسمه كاشور. الله يهديك يا أمي، بس صحيتي من عز نومي وأحلم عشان هذا الاسم كاشور هذا. كيف يعني هو ما مهم؟ ترى يوم قال لي إنه بغني قلت يلا يا قومك. عارف إن حكاية هذا ونسونا هذا، لكن زين يومك زين. فين هو براح؟ برا عند الباب هناك. زين سويتي وما دخلتي بعد. خليفة. أقول يا ولد أنت إيش بينك وبين هذا الرجال؟ لا ما شيء. أنت ما عرفت إيش اللي صار بيت عم عبد الله أبو سليمان؟ اللي أعرف إنه ناصر أمه ما شو قبلنا. لكن خير إيش صار؟ لا ماشي ما في شيء ولا يهمك ولا يهمك. برا هو؟ ما فتحت الباب أنا. هذا أنت يا خبير الكذب، أنت قاعد تراوي وجهك بعد، أنت ما تستعي على وجهك ها؟ مسوي الخبير وبدلة وكاشخ وحالتك حالة ها؟ أنت نسيت تسوي مزرعة ناصر؟ نسيت؟ يا كذاب؟ أربعة بكاليفة أنا في ندمان. في ندمان أنت؟ أنا في طعبان. والله أنا في فقير أربعة بكاليفة. فقير الحين؟ أنا في مسكين. بس بس بس, بس. شبعنا من الكلمات هذه، شبعنا من الكلمات هذه والعبارات هذه. تقير تعبان، بس شبعنا، متنا ذبحتنا، وبعدين يا اخي الفقير ما عيب، سمعنا بالفقير ما عيب يا اخي. أربعة بكليفة. انا في ندمان، والله انا في ندمان. ندمان الحين؟ أرباب ناصر في سامة. بعد اللي سويته؟ انت لازم في سامة، انت في صديقة. انا الحين يريد يقول من شان انت صراحة. يقول صراحة؟ ايوة. متأكد؟ ايوة. طيب يا خبير يا كذاب، ايش هي الصراحة؟ أنا في قول الصراحة، أنا ما يفهم شيء في الزراعة أبداً، لكن في مقاولات واجد فنان. إذا أنت ما في تصديق يروح يسأل صديق مالنا كومار. نعم مقاولات. وأنا إيش أخصنا في مقاولات ها؟ لا يكون باغني اتوسط لك لحد تشتغل معاه مقاولات بعد وتصير لي هالمرة خبير مقاولات ها؟ لا حبيبي لا عيوني لا، ما اسويها مرة ثانية، اسف ثبت. أربعة بكليفة انا فاقد مسكين، انا فاقد تعبان، انا يريد ياكل يريد شغل. وايش تريد تشتغل؟ انا بناي رقم واحد، انا فاقد فنان. اسمع يا كاشو، بتزول من قدام وجهي ولا ايش قايل؟ ترى انا ما اطيقك، انا ما ناقص. يلا زول. أربعة بكليفة انا صديقة من شان انت. أربعة بكليفة انت بتمشي من قدامي ولا لا؟ ترى ببط راسك. وبعدين لا صديقك ولا عارفك ولا عندي خبر. ويلعن ذاك اليوم اللي شفتك عند السينما وريتك الفيلم، يلعن ذاك اليوم. أربعة بكليفة هذا كلام ما في زين. أربعة بكليفة انا مسكين. اللي مثلك وشرواك زين ونص. يلا انجلع. أربعة بكليفة. أربعة بكليفة أنا يريد كلام واحد بس من شان أنت. شيمة أربعة. أنا يعني يريد 20 ريال من شان يرجع. أما أنك ما تستحي، والله أنك ما تستحي. ماكل بلاش وشارب بلاش ونايم بلاش، لا وفوق هذا ضارب على ناصر 50 ريال. اسمع يا كاشور اسمع، ما بتشوف مني ولا حتى 5 بيسات. يلا زول. أربعة بكليفة. انت فاقد زين، انا في فقير. انت فاقد ممتاز، انا في مسكين. انا يريد بس 20 ريال بس. أربعة. 42 يا دلال. 42. نعم. او انت ايش فيك؟ جالس الزابن والزابن وترفع الاسعار. ها؟ انا هنا يا اخي ولد العرسة. واعرف العرسة قبلك انت، انت توك جاي العرسة هنا. يا جماعة الخير استهدوا بالله، استهدوا بالله مالكم؟ العرسة حال جميع
العرس حال الكل مالكم الله يهديكم. احنا شفنا اداء ابو باهي زيد يزيد حالكم. اسمعني، اذا عندك بستين خليه لحال اولادك، ولا تجلس تزابل في العرس. ابوي هذا الغنم اذا كان من نصيبي ما حد يقدر ياخذه هنا من العرس. يا جماعه الخير صلوا على النبي، صلوا على النبي. يا جماعه الخير هذا العرس موجود ب 45. صبر ابوي انت الله يهديك. اي والله انادي 45 45 قال التاجر قاسم قال 45. من يزيد؟ نادي هلا من يزيد؟ 47 تعجبني تعجبني. نعم ان العرس ثار يوم ثار. خلا تنور. هلا نادي 50 50 التاجر قاسم معروف 50 قال 50 تاجر قاسم كوته ورداه 50 52 تعجبني نعم ابو سليمان روح هلا من يزيد؟ هذي هيا 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 اشوفكم نايمين هلا با 55 55 قال 55 قال روح مو قال نادي مو قال نادي 55 نادي 55 هلا 55 ما اشوف حد يزيد مبروك عليه احسنت يلا هات غوازيك احسنت يا دلاله احسنت اعطيني حقي واعطي ابو سليمان حقه محفوظ محفوظ ابو مبروك الله يبارك فيك انت هين طول المناداه ما شفتك في العرصه تراني انا تعرفني سيف كيف ما اطلع غير في الوقت المناسب نعم عجب اقول لك ذا المرة ما طلعت في الوقت المناسب أبو. عينك ما شافت وحدي. وخشمك ما شم وخرد عندي أبو ما عندي قرد كيف عرفت كيف عرفت ما عندك عرفت منيح ما عرفت ذا القلب ما يكذب نعمه بارك الله فيك يلا خلاقيس أقول الآخر تفضل إن شاء الله وبحول الله نعم. الغنم هذا هين توديه إن شاء الله والله يا أخوي بوديهم ولاية سويج هذا الله يسلمك هذا واحد مساكي ما ادري مدال لنا على البيت ويقول الاول باغي يشتغل حارس على الباب حارس ليلي حارس يشتغل ما عندل والله كان زين يحرس لنا ذاك المندوس الحليان ابو معي بالحقرة بس انا كني سمعته يطري 20 ريال مال هيش 20 20 ريال لا هو 20 ريال يقول وين باغي يشتغل حارس ليلي على الباب ب20 ريال في الشهر يعني انت بلاتن عليك رجال اش طولك اش عرضك شاحط ولابس لي بنطلون مع سروال ويقول بيشتغل حارس ليلي على الباب اي لكن عاد غير حتى نص ريال في الشهر ما يجيب هو من هم هذي لمن من هم عندك شغل غيره في العرصة يا سيف لا يا ابو سليمان الحمد لله خلصت شغل بصراحة يا سيف أنا بالي مشغول على الناصر الله يكون في عونه هذا المسكين المزرعة يا ابو سليمان تقريبا ضاعت كلها خلاص يعني يا ابو سليمان ما يقدر يستفيد منها لازم يشتغل فيها من جديد أفا عليك يا سيف أفا عليك المقدر والمكتوب يستوي دائما والإنسان مهما يكون تصيبه مصايب هالدنيا وما تكون في ديه حيلة كلامك صحيح يا ابو سليمان كلامك صحيح وناصر شاب مجتهد يصرف على عائلة وكان معتمد على الزراعة كثير ترى يا ابو سليمان اللي استواله المسكين ما شوية أنا أقول يا سيف إنه الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتراحم والتكاتف والتعاون وناصر أخوكم وصديقكم وهو محتاج فأنا أقول إنه نتجمع كلنا ونجمع له مبلغ بسيط ونصير عنده ونعطيه المقسوم علشان يقدر يدبر أموره ويشتغل في الزراعة مرة ثانية بارك الله فيك بارك الله فيك نعم إنك صاحب مواقف
عفا عليك، هذا واجب طال عمرك، واجب، والمفروض ان الانسان يوقف مع اخوه المسلم. نعم. ارد بارد وسجل على الحساب. لا لا لا، ارباع كلام ما في صبر. وليش عاد؟ انا ما جعلتكم كل يوم؟ ايوه ايوه. نعم زين، انا عمري كلت عليكم شيء؟ لا لا لا، ما في كلام هذا لمنا. وما دائما ادفع حسابي حالكم؟ ايوه ايوه صحيح. زين، ما دام صحيح جيب بارد وسجل على الحساب. انا اسف ما اتي. قول ما بقى تجيب لي وبس. اصلا انا هذا المكان ما يصلح لي، انا اجلس جلسه حلوه. انا احسن لي اشوف مكان اخر. ما في اجي. يلا يلا يلا. اكونجي. نعم. ايش يا ذبي؟ هذا بدر خليفه كل يوم فيجي شرب بارد، قهوه، شاي، ما يدفع فلوس. بدر خليفه؟ ايوه. اه زين. سمعت يا ابو سليمان؟ سمعت سوالف خليفه؟ ياخذ شقه امه وتعبها هذيك المسكينه ويصرف على الرغوت، لا شغله ولا مشغله. الله يهديهم بس، الله يهديهم. الحين اللي يشوف خليفه يقول ما حد احسن عنه. ماك ذاك وبس يا ابو سليمان، انا اللي يقرني ان خليفه عنده ثانويه عامه. امين ان شاء الله يا رب. اخو نافو. نافو كيف بتسوي بنفسك يا اخوي؟ والله ما اعرف، ما اعرفني يا فاطمه، ما اعرف موقف، لكنك ضاخر لي كمين ريال مخلين محل ايام المره. الله يساعد. يلا يلا يلا. لك ما واصل وامور يوم ابن بطلك النايله. اه بيكون شيء حاول لنا. انا غسل منك من القارب الثاني كمان. قوم قوم قوم. يا كريم سوي يا اخوي القهوه. خلت نسوي القهوه اليوم في طيب وزياده. كلام سوي كيف الطوف قهوه خلت. مشكور اختي. الحين مره تسوي القهوه انت زياده؟ لا انا فنانه اليوم سويتها. في بشويه. ايوه تفضل. فنت فضلك. مشكور اختي. لا زينه زينه زينه. ناصر يا أخوي، إيش رأيك تبيع ذهبي؟ أنا وبعدني يا فاطمة أخذ من ذهبكن؟ أنا والله لو أقطع لحمي قطعة قطعة ما بأخذ قطعة واحدة من ذهبكن. كل واحد خلي ذهبها معاها، أنا اللي كنت أجيبلكن واليوم أخذ منكن؟ حشا والله حشا. وأنا ناصر وإيش بيفيدني ذهبي بعد أخوي؟ بارك الله فيك ناصر يا أخوي، معزتك أغلى من الذهب. ما يحلى الذهب في العين يا أخوي يا ناصر، والعيشة مرة يا أخوي. إي نعم يا أخوي. الله، من هين تعلمتوا هذا الكلام يا بنات؟ من هين تعلمتوا؟ بنات الأصول يا أخوي، ما يحتاج نعلم وقت الشدة. الله سبحانه وتعالى يا أختي ما يرضى يذل عباد الصالحين. كل واحد تخلي ذهبها معاها. الله رحمنا يا أخوي اللي ما كنا زرعنا أرض البور، ولا كانت خسارتنا كبيرة، واللي خربة كشور. ما شوية يتعوض إن شاء الله يا أختي، يتعوض. لا تيأس يا أخوي، لا تيأس، وخلي إيمانك بالله قوي. والنعم بالله، لا إله إلا الله. ومتى ناوي يا أخوي تزرع الأرض البور بعد ما حرثتها؟ أيوة عشان نلحق موسم هذه السنة. لا تقلق يا أخوي يا ناصر، كلنا رايحين نكون معاك. بارك الله فيكن يا أخواتي، بارك الله فيكن، أعرفكن كن ما تقصرن، وإن شاء الله بعد كمين يوم بنزرع.
هينك انت هين يا اخي ادور على الجالس انا وانا بطلع ادور على كنزلت اسمعني يا خليفه انا موجود ومتملل ومتضايق انا خس اذا معك كمين بيسه مو رايك نروح مسقط مثل ما تشوف الحاله هذه ولا بيسه ماشي عندي وبعدين الوالده هالايام هذه ماسك البيسه مسكه يا اخي صايره بخيله مستوي بخيله يا اخي زين وانت انا لو معي كنت سالتك يا خليفه الفلوس 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 لمتى الفلوس بدل أرقابنا إحنا لمتى؟ قلنا لك رحان البيت يا خليفة صرت شاورمك؟ لا 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 يا بدر أنا هالمرة بجيها بأسلوب ثاني بخليها هي اللي تقوم وترهن البيت بس 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 يلا 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 أنت بس شيطان في الكلام أنا لو عنك يا خليفة كنت بقولها يا أمي يا أم الغالية يا أم الحبيبة أنا أبغى أتزوج حتى تشوف يا أولادي وأنت حية ها شوية أتفكر وبعدها أترهن ومن ثم تعطيك الفلوس يا صاحبي هذه لو كانت واحدة غير أمي لكن أمي أنا أعرفها زين وبعدين قلت لها ورفضت زين رفضت أول مرة ما قلنا شيء ما يهم ثاني مرة يا خليفة بتحن عليك وثالث مرة بترهن البيت يا هلا عمي تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله بصراحة يا ولدي أنا كنت خايف أجي وما حصلك والله ما أقول لك يا عمي توني واصل المسقط الله يعطيك الصحة والعافية يا ولدي ها بشرني هيش سويت أنت تعال دخل وبعدين بخبرك عجب خذ نصرة وينها ما أشوفها معك هلا قالوا جبتها يا عمي تجيب الوالدة شوية أنت خليتها نتكلم أول أقول تفضل خليها بقول سألني عن خالتك نصرة خالتك نصرة يا هلا بعمي يا هلا زارتنا البركة الله يحييك يا ولدي عمي نعم ترى قلبي ما مطمئن قل لي شي صار بينك وبين خالتي نصرة بصراحة يا ولدي اللي عرفت منها انها زارت امك في البيت وجلست تلمح لها عن المصنع وانها تريدك تشغلني معاك في المصنع امي قالت لي يا عمي يا ولدي يا خالد انا ما متطمع في مالك وأبغى قلبك هذا يطمئن من ناحيتي لا تخاف يا عمي أنا قلبي مطمئن نصرة زوجتي وعرفها زين طول عمرها طماعة وأنا بصراحة يا ولدي يا خالد ما بطوعها يكفيها يكفيها أنا ظلمتك وظلمت أمك معاك والحين جاية وبقت نفسها طيبة اللي راح راح يا عمي وراحت أيامه صحيح المهم يا ولدي ما خبرتني هين وصلت معاملة المصنع قريب إن شاء الله واللقنا في الأسبوع القادم بتحدد لي المكان ويا الله عسى ربنا يوفقني إن شاء الله القريدة الناس يقريوها الصباح وانت تقراها العصر سليمان تراني ما حصلت فرصة أقراها الصباح لأني رحت أقدم طلب وظيفة وتوني راجع من مسقط إيه ما حصلت فرصة سليمان ها هذه كأنها صفحة الإعلانات والله مثل ما تشوفي يا أختي قاعدين نقرأ الإعلانات ندور على وظيفة لكن ولا إعلان يصر البال إيه بس أقول سليمان البلد كلها متروسة وظائف وكل خريج من جامعة أو معهد أو كلية أكيد بيحصل على شغل إلا أنا
وليش؟ انت ما قلت انك سرت مسقط؟ هي نعم سرت مسقط وقدمت طلب. طبعا. انزين يا اخوي، اصلا ما معقوله اجراءات التعيين تنتهي كذا بسرعه. شوفي يا اختي اصيله، انا في كل مكان قدمت فيه طلب وظيفه ما عجب. ايه ما عجبك؟ وليش اخوي ما عجبك؟ يبغوني يا اختي اني امسك عمل ميداني، يعني في الشمس والحر والمزارع وغيره. ايه ما يصخابك سليمان، لا المزارع والشمس بصراحه ما يصخابك. بس اقول سليمان، تمام مهندس زراعي؟ في هذه الظروف الصعبه يا اخوي يا ناصر انا لازم اشتغل، لازم اساعدك، ترى مصروف البيت بيثقل عليك يا اخوي. فاطمه تشتغلي؟ مالكم وقفتوا؟ ما تسمع اختش ايش تقول؟ يا اخوي يا ناصر انا اريد اشتغل في مصنع النسيج اللي عندنا في السمايل، اتعلم التطريز واشتري لي ماكينه خياطه في البيت واخيط عليها بالاجره. كلام فاطمه صح يا اخوي، وانا ما عندي مانع يا زيانه، لان انا ما داملكم يا خواتي، والوحده اللي تصعبت عليها الايام ما بتنفعها غير صنعتها. لكن ماكينه الخياطه انا عندي راي، انت رفضت تاخذ ذهبنا صح؟ صح. انزين نحن نبيع هذه الحاجات ونشتري الماكينه. لا لا يا فاطمه، لا ماكينه الخياطه انا بشتريها، بس يعني تتحسن الظروف شوي. الظروف يا اخوي ما تتحسن الا اذا غيرها الانسان بنفسه، والذهب اللي معانا ما نحتاج له في هذا الوقت، ماكينه الخياطه هي الاهم الحين. بارك الله فيك يا اخواتي، والحين يلا نسير البيت. استعجل الوالد تحرك في البيت. ناصر هذا هو اساس البلاء. قلت لك يا اخوي يا ناصر لا ترابع هذا الانسان مره ثانيه. ما علي يا بنات ما علي، روحوا انتوا البيت سبقونا بالحقكم. يا روحوا. كيف حالك ناصر؟ مرحبا خليفة. ها ان شاء الله ما اكون ضايقتك يعني. لا 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 تفضل. تفضل يا خليفة، قول ايش عندك. الله يخليك، أنا أخوي ناصر جاي أعترف لك عن ذنب صدر عني. تعترف؟ ناصر أخوي أنا أخذت من كاشور 20 ريال دلالة كوميشن يعني. عارف. عموما هذا اللي صار، قلت يعني ما دام أنك أنت تشغله في جميع الحالات ليش أنا ما أستفيد من وراه ب20 ريال طالما ما منك أنت يعني. الإنسان الوحيد اللي يتعلم يا خليفة هو اللي يعترف بخطأه. ومن أعظم النعم اللي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا وأكرمنا إبها إنه هدانا للإسلام. الحمد لله رب العالمين. وعطانا تعاليم في الحياة ما بس في العقيدة. والإنسان في كل خطوة خير يخطوها تعتبر عبادة. صحيح الله. ما في شك يا عمي عبد الله، كل الكلام اللي قلته حكم. جزاك الله خير يا ولدي. والرسول عليه الصلاة والسلام على سيدنا محمد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسحر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن يا ولدي يا ناصر جايينك بصفتنا أخوة وأهل وأولاد بلد. نعم. والله يعلم كيف تأثرنا لحادث المزرعة. اي والله بارك الله فيكم والنعم فيكم، وهذا من طيبكم وطيب أصلكم. والله يعزك من كل ذل ومكروه. عزيز
هذا مبلغ بسيط من اخوانك، وهاي الدنيا تراه يوم لك ويوم عليك. واذا نحن ما وقفنا معاك وساعدناك في وقت الشده والظروف الصعبه، عجب نحن ليش اهل؟ اي والله كلامك صح. نعم نعم كلامك صحيح. الله سبحانه وتعالى امرنا بالتراحم ونعم بالله، وما اعتقد انك بترفض هذا المبلغ المتواضع الا اذا اعتبرتنا اغراب يعني. هذا الكلام صحيح ناصر. نعم. ما يسويها. تفضل يا ولد. احسنت، جزاك الله خير، وجزاكم الله خير يا جماعه، واسال ربي ان شاء الله ان ما راويكم مكروه عزيز عندكم جميعا. جميعا جميعا. قول ما خير ابوي، مو عندك. طيب طولين لحد ما تخلصي من الكمه هذه. ليش باغ فلوس؟ لا لا لا، هي فلوس. الله عن ظهري نعم نعم. زي ما باغ فلوس ليش تسال؟ ما تخلى عنك الخياطه الحين وقومي نمشي مع بعض بيت ناصر. هو ليه؟ ما أنا أبغاك تخطبي لي فاطمة أخت ناصر. مو قلت؟ هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل، والشر عمره ما يدوم طال حبله او قصر، طال حبله او قصر. وانت يا ابن ادم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين، هذه الحياة. ما عيب نسعى ونجتهد، وما عيب نغلط أو نعيد، بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد. ما عيب نبدأ من الصفر، بالصبر يكبر كل صغير، من عود كان أصل الشجر، وبالعزم كل طاير يطير. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين.